هما من عند لالا مليكه من الدار البيضاء، هذه حادقه من الحادقات ودائما الجديد معها، ودائما الاطباق المتنوعه، ودائما اللذه اللي كنحسوها اكيد من خلال اقتراحاتها اللي دائما في مشاركتها كتكون متميزه. لالا مليكه صباح الخير، مرحبا بك. اهلا صباح الخير، اش اخبارك؟ لاباس عليك بخير، كل شيء بخير وعلى خير. صباحكم مبروك لهابس، الحمد لله، الله يبارك فيك. صحيحة وبالراحة وباش ما تمنيتي. الله يبارك فيك مليكة، تحية ليك ولطاقم ديال الإذاعة الوطنية، وصباحكم مبروك، أسبوع موفق إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي أمين. ونبداو ونقولوا بسم الله، وعندك مجموعة ديال الأطباق. أيه. منها سردين في الكوكوت، منها دجاج بالصفرجل في الفران، ياك لالا مليكة. نمشيو معاك، نمشيو معاك دقة دقة لالا مليكة، باش نبداو إن شاء الله. اللي بغيتي نبداو بيه ماشي مشكل، الحمد لله. نمشيو للسردين كوكوت. ناخذ السردين ديالي، هو السردين كيكون زوال الدراري في هذا الوقت نيت وصحي، كنحسو براهو صحي للجميع، للصغير وللكبير. المهم راني ناخذ واحد الكمية تاع السردين، كل واحد على قدر ديالو. إذا كمية السردين. إيه، اللي بغا يدير نسكرو راه يدير في كوكوت. الناس اللي كنقولها، المهم السردين كنغسلو مزيان، وكون أحسن يكون السردين الصغير ماكونش الكبير. واخا. كنغسلو كنقيو مزيان وكنخليو حتى كيقطر من الماء صافي، وكنطحنو في الطحانة ديالو. يطحن في الطحانة، ونديرو ليه شوية القزبر معدنوس ربيع، هي ايه شوية الملحة، البزار، وسكنجبير، تحميرة، خرقوم عود، والكمون، وشوية ديال الهريسة. الناس اللي كيبغيو الحرور اللي مبغوش يأوبليج باش يديروها، الحامض، ايوا شويه ديال القزبر مطحون، وشويه ديال العسل ديال الحامض، غير شويه عصير الحامض. انا ملي كنخلط هاد الكميه كلها كنزيد شويه ديال الفيرميسيل، كنت كندير شويه ديال الرز، وشوف بدل شويه ديال الفيرميسيل، كنكون مرطباها ومقطعها رقيق وكنزيدها. اذا مرطبه ومقطعه كتجي زوينه بالفيرميسيل. صافي كنخلطو هاد الكميه كامله، كنخليو داك السردين ديالنا يشرب لينا هاد العطريه، ونزيدو شويه ديال الزيت البلدي، ضروري زيت البلدي ديال السردين اللي كتصاوب ولا الفران ولا الكوكوت. نعم. صافي كناخدو الكوكوت ديالنا، كنحكو في واحد الكميه شويه كثيره ديال المطيشه، وكنديرو ليها الثومه، الكوكا، والملحه، والبزار، والسكنجبير، والخرقوم عود، التوابل كل اللي درنا نديرو عليها. صافي مع هاد الهريسه ما غاديش نديروها. كنخلطو المكونات كاملين، كنشرمونا مزيان. ايه. وكنديرو شويه ديال الخيزو قطع الواور. الواور نديرو مكعبات. وكنجيبو داك السردين ديالنا، وكنحطو فوق منه كويرات فوق منه. وكنديرو الفلافل بالالوان. الفلافل. بالالوان. والزيتون مقطع. مطيشة دواور، الناس اللي كيبغيو البطاطا يزيدوها من الفوق. مطيشة دواور. صافي نزيدو الزيت البلدية من الفوق، ونسدو الكوكوط ديالنا، ونخليوه على المال. حتى كيطيب كيبقى لينا ديك المطيشة الدواميرة ديال السردين، وكنقدموه بالصحة والراحة. غير دابا السيدة اللي كتكون كتقيد دابا هاد المقادير، غير تاخد بالها في الملح، لأن هنا هنايا عندك الزيتون، عندك الزيتون لالا مليكة، وإذا دخلتي الزيتون غادي توصلو مزيان. الزيتون السيدة توصلو مزيان. نعم. دائما الزيتون يتصل. كديري الزيتون بالعظم؟ لا، كندير هذاك المقطع. المقطع دواور كيجي زوين. المهم اللي كان عند السيدة موجود راه غديرو، لا غيجي رائع، كيجي زوين صراحة. ما شهيتكش فيه؟ لا لا، غير شهيتيني ولي عطا الله عطاها لالا مليكة. غير هو غير هو اللي عندي. مرحبا بك. الله يحفظك لالا مليكة. غير هو بالروز. مرحبا بك، نوجدو لك ندوبل. الله يحفظك. غير هو بالروز لالا مليكة، يعني كيجي ثقيل، فدرتيه بالفيرميسيل أولا يعني لاباط ديال السردين درتيها بالفيرميسيل. وكيعجبهم ولادينا، كيعجبهم بزاف. ماشي خفيفة. واخا. أيه. نمشيو للدجاج ديالنا في الفرن. ندوزو للدجاج في الفرن اللي زينتو الشفرجة، راه صيفطوني. الشفرجة. أييه. أنا غادي نعطي السيدة تديرو، أنا درت غير نص الدجاجة. ياك. إلا بغات دير دجاجة كبيرة ديرها، ماشي مشكل. المهم هي القناعة. كل واحد على قدو. أيه. المهم هي القناعة، ما شاء الله عليكم. نعم، نص الدجاج. الدجاج هذا غادي توصل السيدة مزيان. كما مولفين السيدة راه خصو غسيل.
وهذا حيت لي الجلده، واخا حيت لي الجلده ديالو مزيان، وان شاء الله الا باقي الحال نعطيكم الطريقه باش يغسل ما كيغسل الدجاج ساهله وكيجي زوين. المهم كنديرو جوج فرموله ديالنا في واحد الاناء، كنديرو فيه واحد نص كاس ديال الماء وشويه ديال الملحه، شويه ديال الزعار، شويه السكنجبير. دائما السكنجبير دوبل ديال الزعار دائما الطيب ديال الدجاج. انا السكنجبير كيلدد لينا الدجاج، الزعار الا ما نكثرش الدجاج الزعار، الزعار ما كيتوهمش بزاف مع العطريه. واخا خرقوم عود، واحد شويه ديال التحميره. انا هاد نص الدجاجه درت فيها ثلاثه دروس تاع الثومه محكوكين، ثلاثه دروس واللوك ديال الحامض وقزبر معدنوس، واحد معلقه صغيره عامره بالموطارد، ومعلقه صغيره عامره بالكيتشوب، وواحد نص معلقه ديال الهريسه. هذه هي الشرموله اللي كاينه ديال هاد الدجاج، غادي تخلطها تسيده مزيان وترقد فيها هذاك الدجاج، ترقد وتخليه ليله سيدي. إلا بغاتو العشية هذا خصو يترقد، باش ما ترقد كيجي لذيذ. صافي ممكن ديرها في واحد الباطا كتسد وتنوض مع الصباح، راه غادي تجبد المول ديالها على حسن المول ديال الدجاج. ديال الدجاج هي كتاخد واحد البصيلة ولا جوج وكترقاهم شناعات ويكونوا رقاق، وكتحطهم داك المول وكتهز داك الدجاج ديالها وكتسو فوق منه، وكتبقى هذيك الشربولة كتخولها عليه. نعم عاد نديرو الزيت، راه الزيت ما درناهش، نديرو الزيت ديالنا ونغطيو هذاك النور ديالنا وندخلو الفرن، الفرن يكون ديجا شويه سخناه. صافي نخليوه يطيب. انا زينته بالشفرجل، تاخد فيها الشفرجل ديالها كتغسلو كتنقي وكتقطعو، انا كنقطعو على سكال دائري كيجي بحال الاناناس. صافي كديرو في الكاسرونه ديالها، كدير ليه الماء كافي فاش غادي يطيب، ما كيطيب لا كتحيدو، كتزيد ليه شويه ديال الزيت وشويه ديال القرفه وشويه ديال الفانيله. انا ما كنكثرش الحلاوه بزاف، درتها شويه. احسن. ما كنبغيش انا عزيز عليا الشفرجل يكون كاع ما يكونش في الصحن. نعم يعني بالمذاق ديالو الاصلي. وكيجي يجي رائع. ما شاء الله عليك. والمول ديال الدجاج سيدي، انا بغيت ندير الخضره ديرها. واحد دابا تاخذ البطاطا وخيزون الكرح اللي عندها. نعم. وغتزيدو لها تزيدو لها، انا اللي ما درتش خدرتو بالشفرجل. نعم. وعند الشفرجل وغندير الخضر ديالها. نعم. صافي كنعسلو هذاك الشفرجل ما كيطيب، كنخرجو المول وكنزينو به وكنقدوه بالصحة والراحة. تبارك الله عليك. إذا بغيت نعطيك الطريقة ديال غسيل ديال الدجاج. واخا نكتشفوها. هذه الطريقة الأخرى سيدي، شكونهم كيعرفوا دابا كيفاش يغسلوا الدجاج. ولكن كيجوني بزاف ديال الأسئلة، مع أنهم كيغسلوه بالدقيق وغسلوه بالحامض ويديروا كاع داك الشيء اللي كيديروا كلشي كيعرفوا، ولكن ملي كيطيبوا كتجيهم فيه شوية ديال حل الزفورية ديالو. شنو كيقضي عليه؟ كيجي الشلوكو ديالو. نعم. غادي تغسل الدجاج ديالها مزيان. أول غسيل ديال الدجاج يتغسل غير بالماء، الماء الماء ما كيبقاش كيما فيه داك الدم ديالو. أييه. وتنقى مزيان، عاد نرقدوه في الدقيق الابيض ونرقدوه في الطروفه ديال الحامض. صافي نخليو فيه مزيان ونغسلو ثاني، نشلو نشلو تيتغسل مزيان، وكنجيبو سكنجبير طري ونحكوه. نحكوه فيه ثاني ونخليو فيه شويه، صافي نشلوه. الطريقه اللي درت انا الدجاج خليت ليها الجلده ديالو وخليته في واحد الشبكه تنشف مزيان شف، وزيت واحد الكاسرونه درت فيها شويه ديال الزيت. وجدت الضامه ديال الزعفران وحكيتها. هو انا كنت كندير بالزعفران الحر، ولكن كيكون شويه مكلف. نعم. كنجيب الضامه ديال الزعفران حتى هي حتى هي راه فيها لوكو زوين صراحه. كتحك السيده مزيان في هذاك الزيت وتدخلها تطلق وتبرد هذاك الزيت. كناخذوا داك الدجاج ديالنا كنمرمدوه فيه. اييه. كنمرمدوه مزيان وكنديروه في الشبكه وشي كفكاس كيقطر لينا كاع داك الزيت اللي كيقطر منه. نعم. صافي كديرو السيده في البلاستيكات وتدخلو مجمد. وديك الزيت اللي بقات كديرها في قرعه وكتنصب بها، ما غاديش نضيعوها. وبالصحه والراحه وصباحكم مبروك. واخا انا غنسطر لك على جوج الحوايج لاله مليكه، انا خليتك تساليتي تبارك الله. العيالات راهو محد قد تغسل الدجاج، الا تغسل الدجاج مزيان لاله مليكه ما كتعطاش فيه ريحه الزفوره، يعني خصوصا بالحامض والملح، يعني وتغسل وعاود تغسل وعاود تغسل مزيان وتحيد ليه الجلده وتفرك مزيان، فاكيد لاله مليكه ما غاديش تكون فيه زفوره، ولكن طريقتك اكيد حتى هي غتكون يعني صحيحه 100%. ثاني حاجه غنسطر عليها هو الزعفران ديال داما، وقلتي بان الزعفران الحر مكلف، وشنو بالك لاله مليكه؟ اللهم يكلفني الزعفران حر الفلوس ولا تكلفني صحتي من بعد. لاله مليكه كاينه ولا ما كايناش؟ اه كاينه
ولكن كتشوف بان كاينين الناس ما غاديش يقدروا عليه ديما يجيبوه، كديري مره مره ماشي دائما غادا ديري. حنا كنعرفوا الدجاج هو اللي حاضر في الكونجيلاتورات وهو اللي حاضر في الاطباق، دونك غتعرفي المره غدير الضامه ديال الزعفران. اللهم زعفران حر لالا مليكه، ونفضل نشريه وما نشريش ريدو، ونفضل نشريه وما نشريش قصريه، ونفضل نشريه وما نشريش فاز نديرو في الصالون، نشري الحاجه اللي هي مهمه لصحيحتي واللي ما تعذبنيش من بعد وما تخلينيش نخلص الفاتوره غاليه.